رح استكمل حديث، بس خليني اخذ مكالمه، اخذ مكالمه من الاخت فريال. الاخت فريال، الو اخ نزار، اهلا وسهلا اخت فريال، اهلا بك. سلام ونعمة المسيح معك اخي العزيز نزار. سلام الرب معك، اهلا وسهلا. الرب يسوع المسيح له كل المجد، امره لا حمل سيف ولا تعامل بعنف. في بعض مو مثل الدين اللي الهه يحرض على القتل ورسوله يقول جئتكم بالذبح. الرب يسوع المسيح في اصحاح في انجيل متى اصحاح 26 لما جاء يهوذا الاسخريوطي اراد ان يسلمه للجنود بقبله، فقال له يسوع: يا صاحب لا عنفوا ولا امر بقتله ولا قال اي كلمه رديئه عنه. ويهوذا الاسخريوطي لو تاب كان المسيح له كل المجد، غفر له وسامحه. وايضا لما احد تلاميذ المسيح له كل المجد اراد ان اسدل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنه فقطع ابنه، ماذا قال له يسوع له كل المجد؟ قال له: رد سيفك الى مكانه، لان كل الذين ياخذون بالسيف يهلكون. الرب يسوع المسيح له كل المجد، هو على الصليب الآلام والعذاب قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هذا إلهنا اللي علمنا عن المحبة والتسامح والغفران. أنا أصلي لكل شخص أن يتبع هذا الإله ويعرفه، ما راح يخسر لا في الحياة على الأرض ولا في الآخرة، لكن يكون له الحياة الأبدية ويحرره من عبودية الشيطان ويحوله من إرهابي إلى إنسان وديع، إنسان يعرف الرحمة ويتمثل بسيد الرب يسوع المسيح. شكرا أخ نزار ورب يباركك. شكرا كثير أختي فريال، ربنا يباركك، ربنا يباركك. فعلا المسيح مش بس تكلم كلام، لكن مثل ما ذكرت فعل أفعال. وفي أكثر وقت عصيب ومحرج اللي كان في بستان جتسماني برضو طلب من بطرس، قال له: رد سيفك إلى غمده. وإحنا منعرف تاريخيا أحبائي كل إشي ابتدى بالسيف رح يهلك بالسيف، ودم بجيب دم وقتل بجيب قتل، وإذا بتعمي يعني شخص بتصير كل العالم. يعني مثل ما قال غاندي، لو احنا اضطرينا نعمي كل شخص بيرتكب خطأ العالم كله صار عميان، لو قطعنا ايدين كل اللصوص كان نص العالم اتقطعت ايديها، لو وهكذا يعني كان كسرنا كل اسنان العالم. فالفكرة احبائي قوة المحبة والغفران هي قوة لا تستهين فيها، بتغير قوة اللي أعطت حضارة للشعوب وغيرت شعوب بأكملها.